يسأل ويقول: عندي زوجة لا تطيعني في كل الأمور، حتى أمور الصلاة وحتى أمور بقية أركان الدين، ودائما يحصل بيننا سوء تفاهم، والآن إذا عزمت الطلاق فهل يجوز أن أخذ منها ما أعطيتها مثل الذهب وغيره، علما بأن زواجنا لم يمضي عليه سوى 10 أشهر من حين كتب الرسالة، والآن هي حامل، ويرجو من فضيلتكم التوجيه شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. أما مناصحتها والإنكار عليها فهذا أمر واجب عليك، فإن امتثلت وتابت إلى الله عز وجل فالحمد لله وهي زوجتك، وإذا لم تمتثل ولم تقبل النصيحة وأنت ترى عليها نقصا في دينها فإنه لا يجوز لك البقاء معها، بل عليك أن تلتمس زوجة صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولأنها تكون في بيتك وتتولى أمورك وأنت تأتمنها على عرضها وعلى أمانتك وتربي أولادك، لابد أن تكون مؤهلة لذلك دينيا وخلقيا. قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا لم تجد فيها النصيحة ولا التقويم فالواجب مفارقتها وطلاقها. أما قضية المال وما تأخذ منها هذا مرده إلى المحكمة الشرعية، إذا اختلفتم في ذلك فالمرد إلى المحكمة الشرعية، ولكن ما دام أنك دخلت بها وخلوت بها قد تقرر لها المهر وملكته، وليس لك فيه استرجاع إلا إذا رضيت هي بذلك ووافقت على ذلك. نعم.